مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نتابع بالتستيكولار تيومر. نتذكر مع بعض انه كان في جيرم سيل تيومر او نون جيرم سيل تيومر. الجيرم سيل وهي الاهم، النون جيرم سيل اتفقنا انه هي بناين سليمه، لكن الجيرم سيل هي الاهم وهي الاشياء قسمناها الى سيمينوما ونون سيمينوما. النون سيمينوما هي اربع اورام، راح نبلش فيهم واحد واحد. اليوك ساك تيومر، نعتبر الجيرم سيل تيومر هي خلايا منتجة إلى قابلية التكاثر، فبتعطي نسج جنينية. فاليوك ساك تيومر اللي هو ورم الكيس المحي، ورم مالجنت خبيث يشبه بقايا الكيس المحي للجنين، هو الأشع عند الأطفال بعمر 3 سنوات. نحن اتفقنا طفل بعمر 3 سنوات مع ماس بالخصية، الأهم والأشع هو اليوك ساك تيومر، لكن من الأعمار الأكبر فنفرض 30-40 سنة سيمينوما هو الأشياء. الميزة النسيجية شيلر دوفال باريز، هدول شو عبارة عن تراكيب جلوميرولوس لايك، تراكيب شبيهة بالكبيبة الكروية، اسمها شيلر دوفال باريز. إنها اتفقنا السيمينوما والنون سيمينوما. النون سيمينوما هن اللي بيفرزوا اللي إلون ماركرز، اللي إلون واسمات. ألفا فيتو بروتين هو الواسم، حيكون مرتفع باليوك ساك تيومر الفا فيتو بروتين. مجهريا هذا المنظر بيشبه منظر الكبيبه بالكليه، كانما هذا محفظه بومان. نفس المنظر هون بيشبه الكبيبه الكلويه، محفظه بومان وفي وعاء دموي، هذا باليوك ساك تيومر. فكطريقه حفظ صغيره، ورم الكيس المحي اجسام شيلر دوفال الفا فيتو بروتين، وبنشوف اجسام شبيهه بالكبيبه الكلويه، والطفل عمره طفل صغير عمره 3 سنوات. الطفل الصغير بيشيل شيل الكيس، بتقول له الطفل شيل الكيس، كيس صغير فيه بروتين، فيه اكلات، فيه كبه، فيه كبيبات، فيه اي شيء، فيه بروتين. الطفل هو اللي بيشيل الكيس، الطفل بيشيل الكيس، معناته الطفل صغير اعمار صغيره بيشيل شيلر دوفالز الكيس المحي، الكيس اللي فيه بروتين، اكلات، كبيبات، هالامور. الورم اللي بعده كوريوكارسينوما. كوريوكارسينوما هو بينشا من الخلايا السنسيشوتروفوبلاست والسيتوتروفوبلاست اللي هي بتشبه الخلايا المكونه للمشيمه. طبعا هون ما في تشكل للزغابات، الزغابه هي عباره عن محور وعائي وتتجمع حواليه خلايا هي السايتو تروفوبلاست، وتطلع منها تراكيب خلايا مندمجة ما لها غشاء خلوي، يعني ما في جدار خلوي واضح، هي سنسيشو تروفوبلاست. هذا هو تركيب الزغابات المشيمية، لكن هون ما في تركيب زغابي واضح. الكوريوكارسينوما انتقاله دموي. نذكر مع بعض كل شيء، الساركوما انتقاله دموي، كل شيء كارسينوما انتقاله لنفاوي باستثناء رينال سيل كارسينوما بالكلية، فوليكولر كارسينوما بالدرق، ميلانوما الجلد صح، والكوريو كارسينوما بالخصية او النبيض. طبعا ينضاف لهم الامبريونال كارسينوما، لكن هو اقل شيء يعني، لكن هذول الاربعة هن الاهم: رينال سيل كارسينوما، فوليكولر كارسينوما بالدرق، ميلانوما بالجلد، والكوريو كارسينوما. بما انه هو نسيج بيشبه المشيمه، فهو البيتا اتش جي هو الواسم اللي حيكون مرتفع. البيتا اتش جي كتركيب بيشبه تركيب الالفا سب يونت للفي اف اس اتش والال اتش والتي اس اتش. بمعنى اخر، اذا ارتفع البيتا اتش جي بكميات كبيره ممكن يعطي اعراض سريريه بتشبه هايبرثيرويديزم، فرط نشاط الدرق، او الجانكوماستيا، تثدي. تمام، معناته الخلاصه كوريوكارسينوما بقى بيشبه خلايا المشيمية، وبالتالي انتشاره دموي بيشبه المشيمية اللي بتنغرس بالدم، بيفرز البيتا اس جي بيكون مرتفع، فبيعطي اعراض سريرية مثل فرط نشاط الدرق والجانكوماستيا التثدي. هاي هي الخلايا السيتوتروفوبلاست، وهدول الخلايا هي السنسيشو تروفوبلاست الغير خلوي المخلوية. الورم ممكن يكون حجمه صغير لكن يعطي نقائل دموية وبيعطي نقائل رئوية. هذا المنظر هو نقائل رئوية، رح ناخذ ان شاء الله بالقراءة الصور الشعاعية بعدين.
فكطريقة حفظ صغيرة للكوليوكارسينوما هو اللي بيفرز بيتا اتش سي جي صح؟ وبيعمل هايبرثايرويد فرط نشاط الدرق وبيعمل تثدي جانكيوماستيا انتشاره دموي. المشيمة ما اتفقنا دموي واتفقنا انه هي المشيمية اللي بتفرز البيتا اتش سي جي. فاذا مريض عنده ورم خصية وعنده تثدي فرط نشاط الدرق وكوريوكارسينوما فكأنما مثل الحامل، يعني البيتا اتش سي جي مو له علاقة بالحمل، فهذا الشاب المصاب مثل الحامل، يعني قلبه بيتسرع وبيتعب صح وعنده أهداء، فهو مثل الحامل كمان عنده بيتا اتش سي جي وعنده تثدي وفرط نشاط الدرق. فالكوريوكارسينوما بالخصية بيعمل أعراض مماثلة. Successful births have been achieved this way. With that in mind, experts hypothesized that there is no reason why this surgery wouldn't work on a man. الورم اللي بعده embryonal carcinoma. Embryonal carcinoma كخلايا جنينية غير ناضجة تعطي تراكيب تشبه الغدد، لكن المعلومة الهامة إنه بيكون في hemorrhage mass، في نزف وفي necrosis. الورم aggressive وانتشاره دموي. بيعطي آفة مؤلمة painful mass. نحن اتفقنا بالأورام كما كان الورم نموه سريع وكان aggressive راح تلاقي في مكان necrosis وفي hemorrhage نزف painful mass. أغلب الأورام الخصية بتكون painless ما في ألم، آفة غير مؤلمة، لكن ممكن تجيك سؤال ال painful mass كآفة مؤلمة هو ال embryonal carcinoma. This match goes on to face Globo Gym in the finals and right now is right in the testicles. في فكرة تانية، هو كخلايا نسيجية جنينية تقريبا، لكن إذا المريض أخذ كيموثيرابي ممكن تتميز الخلايا لتعطي تيراتوما، تعطي تيراتوما. بما أنه هو نسيجي ما هو متميز لشيء، فممكن يفرز ألفا فيتو بروتين أو بيتا اتش سي جي. بشكل عام بيتا اتش سي جي للكوريوكارسينوما، ألفا فيتو بروتين لليوك ساك تيومر، لكن الامبريونال ممكن هيك ممكن هيك. فهذا هو نسيج الخصية الطبيعي وهي الآفة متنخرة نازفة امبريونال كارسينوما. فكطريقة حفظ صغيرة ممكن تنفعك بالامتحانات، الجنين ما راح يمشي على قدميه صح ولا لا؟ فألم مع دم في بيت شعري بيقول قلم ودم وتهمة سافرة تمشي بلا قدم صح ولا لا؟ فالجنين هذا الصغير اللي ما بيمشي على قدميه في ألم وفي دم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي ليس سوى قلم، فقلت لا يا سيدي هذا يد وفم رصاصة ودم وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. التيراتوما. التيراتوما بتركيب الورم ممكن نشوف أكثر من نوع نسيجي، عصبي، غضروفي، أشعار مختلف. الإفراز كواسمات ألفا فيتو بروتين أو بيتا اتش سي جي ممكن. عند الذكور بيكون هو مالينت. لكن ورم المبيض إذا كان تيراتوما عند النساء حيكون بيناين. هام جدا جدا. في فكرة أخرى صغيرة ممكن تنفعك، إنه بيكون الطفل الصغير إذا كان عنده تيراتوما ممكن يكون بيناين، لكن بعد البلوغ إذا كان شخص انصاب بالتيراتوما راح أغلب الأوقات حيكون مالجنت. ذكر عنده تيراتوما هو مالجنت، أنثى عنده ورم مبيض تيراتوما بيناين، لكن طفل صغير عنده تيراتوما ممكن يكون بيناين. Am I gonna live? Cut out the teratoma. What's left of your cancer? You should be fine. Think of it as your second luckiest day. It's hard to feel lucky. فكطريقة حفظ صغيرة للتيراتوما، كلنا بنعرف إنه التيراتوما هو مكون من أكثر من نسيج، لكن عند الذكور بيكون مالينات، عند النساء بيكون بيناين سليم. الحسناء والوحش صح ولا لا؟ الحسناء فهو سليم والذكر هو الوحش، هتلاقيه هو مالينات خبيث. عند الصغير هو بيناين سليم، بس الصغير كل ما كبر راح يخسر براءته شوي شوي، فهو كل ما بعد البلوغ راح تلاقي إنه هو مالينات، إنه خسر براءته. لكن عند الطفل بيناين، لكن عند الكبار هو مالينات. في فكرة صغيرة، التيراتوما في عند المبيض ممكن يعمل شيء اسمه ستروما أوفري،
هو اللي بيعمل فرط نشاط الدرق عند النساء، لكن الكوريوكارسينوما بالخاصية ممكن تعمل فرط نشاط الدرق عند الذكور. هذا ما يخص الجيم سيل تيومرز. أما السكس كورد تيومرز اتفقنا دول بيكونوا أغلب الأوقات بيناين، عبارة عن ورم خلايا لايدك سيل تيومر. لايدك سيل تيومر هدول بتفرز الأندروجين، نحن اتفقنا الهرمون LH بنبه خلايا لايدك لتفرز الأندروجين، فممكن يعمل بريكوشيس بيوبرتي بلوغ مبكر عند الأطفال أو جانكوماستي عند البالغين، يعمل تثدي. رينتين كريستلز ممكن تشاهد نسيجياً. ورم خلايا سيرتولي هو ورم بناين، حد ممكن يكون سريرياً صامت فما له أهمية، ممكن تلاقيه بالخيارات هو كشي ديستراكتر، يعني بيحطوه بالفحوصات بالخيارات لحتى يخربطك يعني، بس ما رح يجي سؤال عليه لأنه أقل أهمية بكتير من باقي الأورام. لايدك سيل تيومر هو ممكن يعمل بلوغ مبكر. الليمفوما ما بنفكر فيها إلا بالأعمار فوق 60، وهي الأشياء يعني بيكون رجل عمره 65 سنة وعنده ما أسبق خصية ممكن يكون لنفوما، والأشياء هي diffuse large B cell lymphoma وغالباً ثنائية الجانب. فكرة طريقة حفظ صغيرة لللايدك سيل تيومر، اتفقنا هو اللي بيعمل بلوغ مبكر أو تثدي عند البالغين. لايدك أنا بقرأ مثل ليدي صح؟ هذا الورم بيخلي الشاب الصغير بيدور على ليدي عبكير صح؟ بيخليه بلوغ مبكر، أو إذا أصاب البالغ راح يعمل له تثدي راح يخليه مثل الليدي صح بالطرفين. فالليدك سيل تيومر عند الصغير راح يعمل له بلوغ مبكر بيخليه يدور على الليدي، أو عند البالغين راح يعمل له تثدي بيخليه بيشبه الليدي. التثدي مين كان بيعمله؟ كوريوكارسينوما عند الذكر فرط نشاط درق أو تثدي. كراميل السكسي ليدي فاديتك يا بيبي مش عاجبها اتكيتي. فخلاصة سريعة نفرق بيناتهم، الجيم سيل تيومر هي المالجننت، السيمينوما ورم كبير نموه بطيء حساس للأشعة، الامبريونال هذا الجنيني اللي كان فيه ألم مع دم، التيراتوما المسخوم اللي هو كان عند الذكور مالجننت عند النساء بناين، كوريوكارسينوما هذا اللي بيفرز بالسي جي واللي بيعمل تثدي وفرط نشاط درق، اليوكساك تيومر هذا اللي فيه أجسام شلر ديوفال، أجسام شبيهة بالكبيبات وبيفرز ألفا فيتو بروتين وبصيب الصغار بعمر 3 سنوات. نون جيم سيل تيومر اللي هو لايدك سيل تيومر اللي بيعمل بلوغ مبكر ويعمل تثدي عند البالغين، سيرتولو سيل تيومر صامت سريرياً، اللنفوما هي بفوق 60 سنة، ثنائية الجانب بي لارج سيل لنفوما. هات كل فما يخص التستيكولار تيومر. إن شاء الله كان الفيديو مفيد، شكرا، إن شاء الله فيديو جديد، سلام.